أم سعيد من عجمان تقول بأن زوجها مرض من 3 سنوات وجاءها مرض السرطان في الرئتين، وتقول يعني تعب وكذا، وكان يدخل في حالة غيبوبة وما يصلي، وبعدين إذا استيقظ يصلي لما نبهه ونعلمه، ويعني نقول له، وبعدين كان يصعب عليه الذهاب إلى الحمام. أم سعيد بارك الله فيك، رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، ما دام أنه في غيبوبة طبيعي جدا أن اللي في غيبوبة ما يصلي، كيف يصلي؟ وإذا صح ما يقضي ما دام أن الفترة الزمنية طويلة. بعض العلماء يقول إذا كانت الدخول في الغيبوبة بسبب أدوية يعطى من قبل المستشفى أو الطبيب أو كذا فهذا يقضي، قالوا إذا استيقظ يقضي. أما إذا كانت الغيبوبة لا، ليس ب يعني اختياره وليس بفعل مثلا طبيب، وإنما هكذا مثل ما يحصل أحيانا ما يسمى بالإغماء وبكذا ويستمر أيام ما يقضي. عموما أنت زوجك الآن بين يدي الله عز وجل، أكيد أنه يجهل بعض الأحكام. الآن أخت الفاضلة لا تصلون عنه مثلا، وإنما تستغفرون له ما دام أنه الحمد لله يصلي في حياته، لكن أشكل عليه بعض الأمور، تدعون له وتستغفرون له وتصدقون عنه وتذكرون بخير، بارك الله فيك، هذا الذي عليكم. إذا ما حج تحجون عنه وتعتمرون، وأسأل الله تعالى أن يغفر له.